الشموع الحمراء، احمد حشمت باشا. تضيء طريقه. احمد حشمت باشا واحد من رموز النادي الاهلي اللي ادوله بسخاء وعطاء. نشوف في هذا التقرير الصوتي احمد حشمت باشا ونرجع. أحمد حشمت باشا اسم ارتبط بالنادي الأهلي وأصبح إحدى العلامات البارزة في تاريخ الكرة المصرية، حيث كان وزيراً للمعارف ورئيساً للجمعية العمومية للنادي الأهلي. وفي ظل رفض النادي الأهلي المشاركة في أنشطة اتحاد كرة القدم المختلط، إذ كان المسيطرون عليه من الأجانب، وافق مجلس إدارة النادي الأهلي في 14 مارس 1914 على قبول الكأس الفضية المهداة من أحمد حشمت باشا لتتبارى عليها فرق المدارس العليا. ولكن بعد تعديل شروط المسابقة، فقد طلبت إدارة النادي الأهلي من وزارة المعارف السماح لمن تخرج من المدارس العليا أن يشارك مع فريق مدرسته إن كانت تحتاج إليه، وطلبت أيضا ألا يشارك في البطولة إلا طلبت المدارس العليا الأعضاء في النادي الأهلي. وقامت إدارة النادي الأهلي بفتح باب الاشتراك في عضويته لمن يريد من الطلبة حتى يتسنى له المشاركة في البطولة. وفي عام 1931 قرر النادي الأهلي التجاوز عن شرط أن يكون اللاعب عضواً بالنادي، وفتح باب الاشتراك مقابل رسم قدره جنيهان ونصف الجنيه تدفعه كل مدرسة كمصاريف للميداليات التي تهدى للفائز، حفاظاً على استمرار بطولة طيب الذكر أحمد حشمت باشا. وفازت مدرسة الحقوق بأول كأس لهذه البطولة واحتفظت بها في العام التالي، وكانت صاحبة النصيب الأكبر في عدد مرات التتويج بها حتى منتصف الثلاثينيات، وهذا دليل كبير على نجاح البطولة وقوتها وعلى شعبية النادي الأهلي. أحمد حشمت باشا من مواليد عام 1858 ميلادية بكفر المصلحة في المنوفية، ومن الطريف أن اسمه أحمد حشمت هو اسم مركب. والده هو الشيخ حجازي حسين عمر، تعلم في القاهرة ودرس الحقوق في فرنسا. عمل أحمد حشمت عقب حصوله على شهادة الحقوق في النيابة حتى صار محامياً عاماً، ثم نقل إلى سلك الإدارة فصار مديراً لمديرية جرجا، ثم نقل إلى مديرية أسيوط فمديرية الدقهلية، ثم انقطع عن خدمة الحكومة وأعلن أنه ينوي العمل بالمحاماة، غير أنه عاد ثانية إلى الحكومة وتقلد ثلاثة مناصب وزارية مختلفة: المالية في عام 1910، ثم المعارف في عام 1913، فالأوقاف في السنة نفسها. فقد كان أثناء توليه لوزارة الخارجية من أعضاء اللجنة التي وضعت الدستور عام 1923. يرجع إلى أحمد حشمت باشا الفضل في إدخال علم الصحة في المدارس المصرية وفي إنشاء روضة الأطفال، وأنشأ مدرسة جديدة داخلية سماها مدارس التدبير المنزلي، وأصلح مدرسة الزراعة ومدرسة الهندسة، وهو الذي أنشأ أول مدرسة أهلية للصناعة في الإسكندرية. كذلك كان المنشئ الحقيقي لكليتي التجارة والزراعة، وحول التعليم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، ونشط حركة الترجمة للكتب العلمية، وطبع كتاب البؤساء من ماله، وانتدب حافظ بيك إبراهيم وخليل بيك مطران لتعريب كتاب الاقتصاد، واهتم بدار الكتب المصرية، وكان من باكورة أعماله أن طبع خمسة من أمهات الكتب العربية، كما كان صاحب الفضل في وضع علامات الترقيم إلى اللغة العربية. وله رسالة في التعليم سماها من قديم الزمان إلى هذا الأوان، وكتب بالفرنسية التربية والتعليم، وتوفي بالقاهرة في عام 1926، وشيعت جنازته في اليوم التالي، وصار فيها مندوب عن الملك فؤاد الأول وعدد من الوزراء وممثلي الدول الأجنبية في مصر. شمعة من شموع كثيرة أضاءت تاريخ النادي الأهلي، رموز حقيقية حافظت على الأهلي وعلى تقاليده. الجميل في الأمر أنك تجد معظمهم خريجي مدرسة الحقوق، كلية الحقوق دي
كانت كانت هي اللي بتصدر عقول مصر وكوادرها الوزاريه المهمه، كل دارس القانون والاقتصاد. لكن اللافت في مسيره هذا الرجل حاجتين مهمين جدا، انه كان يؤمن بالرياضه من خلال عمله في النادي الاهلي، واراد تمثيل النشاط الكروي ومقاطعه المباريات التي كان يديرها الاتحاد المختلط، فقدم كاس عشان النادي الاهلي مع خريج المدارس العليا من ابناء النادي الاهلي يلعبوا عليه. فما اكنهم مستمرين في النشاط بس مقاطعين للنشاط بتاع المختلط، واستمر على هذا النحو. ولكن كمان بعد ما كان حاطط شرط ان اللي يلعب من اعضاء الاهلي قال لك نفتحها بقى، ففتحها كويس. تقلد مناصب وزاريه استاذ ابراهيم، وتجد الكثير من هذا الامر منتشر في سابق الزمن. تجد وزير حقوق يبقى وزير اقتصاد، يبقى وزير تربيه وتعليم، وصل وزير خارجيه. ايوه، حقائب وزاريه مهمه جدا، دليل ان الشخصيه دي ثريه وكفاءته متعدده. ولكن كمان بصمته التعليميه والتنويريه واضحه جدا. يعني اما يطبع كتب على حسابه، اما يجي يهتم بالتعريب، الترجمه والتعريب. البؤساء ده قصه عالميه، فيكتور هوجو هو ترجمها وطبع الكتب على حسابه. ولما جه في التربيه والتعليم هو الذي اطلق التربيه والتعليم، دليل ان هو ايمانه بالتربيه والتعليم. جاب حافظ ومطران عشان اداهم 2500 جنيه عشان بلغه يعربوا الاقتصاد. دي ملايين النهارده، مع عشرات الملايين. صحيح، هؤلاء هم الشموع الحمراء ورجال الاهلي. عشان كده بقول لكم ايه، الاهلي ده ما يتكررش. هتجيبوا هذه الشخصيات بهذا الاخلاص وهذا الفكر المتطور، كل واحد في مجاله يضيف حاجه للواقع المصري وللمجتمع المصري وللرياضه المصريه وشتى مناحي الحياه، عشان ينشا الاهلي بهذه الفكره النبيله لغايه جميله اسمها النادي الاهلي، وما يحتويه وما من رموز اثرت الحياه المصريه. عاش الأهلي في هذه المكانة، ولا عزاء لمن يحاولون من صغار النيل منه. الأهلي أكبر من مجرد نادي، الأهلي فعلا فكرة نبتت على أرض هذا الوطن وتجذرت في قطعة هي الأخصب على أرض المحروسة بين ضفتي النهر، كان سيريان النيل في هذه البقعة علشان يدي النادي الأهلي كل سمات التفوق والحياة اللي أعتقد أنتوا بتستكشفوا أسبابها وتفاصيلاتها مع هذه الكثير من الشموع الحمراء.